ترمز رؤية سارقة الهاتف في المنام على كشف المستور بطرق غير شرعية، ومن رأى شخص يسرق هاتفه في المنام فهذا يدل على تجسس الآخرين عليه. وتعد رؤية سارقة الجوال والبكاء عليه في المنام إشارة إلى ندم الحالم على أمور قام بفعلها. ومن رأى هاتفه ضاع في الحلم فذلك دليل على فقدان الأمل من عمل يقوم به والله أعلم. وتشير الرؤية بالنسبة للفتاة العزباء على أنها تحيا حياة متوترة يسودها عدم الاستقرار، ومن المحتمل وجود مشاكل وخلافات بين الوالدين مما يؤثر على نفسيتها ويجعلها دائمة القلق، حتى أنها لا يمكنها صنع حياة خاصة بها. لذا فهي ترى في منامها أن هاتفها قد تمت سرقته. ورؤية الفتاة العزباء أن شخصاً سرق هاتفها تشير الرؤية إلى انفصالها عن حبيبها أو فسخ خطوبتها إذا كانت مخطوبة، كما تشير رؤية الفتاة العزباء سرقة هاتفها المحمول في المنام إلى الصعوبات التي تواجهها في الحصول على عمل. لكن رؤية الفتاة استرجاع هاتفها مرة ثانية بعد سرقته تشير إلى انتهاء المشاكل والأزمات من حياتها وعلى ما سيأتيها من خير في الأيام القادمة.